المهم اللي اول مره يشوفوا القناه ديالنا ما تنساوش تشتركوا الى عجبكم المحتوى وتشجعونا بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم زوينين. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون عباره انني غنبارطاجي معكم المكياج ديالي اللي هو بسيط وماشي شي حاجه المهم انتم غتشوفوا انا ماشي خبيره في المكياج ولي بارفان اللي كنستعمل تحت الطلب ديالكم. بالنسبه غادي نشارك معكم واحد المقطع من واحد الفيديو بسيط درته في واحد الجوله في واحد المحل اللي فيه منتوجات مغربيه. هذا يعني كيهم هذا الامر للناس اللي كاينين هنا وبصعوبه باش كتلقى منتوجات مغربيه كاينين في مدينه العين. غنخلي لكم رقم التليفون ديال الاخت اللي هي مغربيه كتكون فيه واي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها مغربيه. ما زيت البلديه خديتها من عندهم وعجبتني يعني اصليه صعيب باش تلقى زيت البلديه هنايا اصليه وبثمن زوين. زيت ارغان حتى هي وين ما غتشوفوا داكشي ربحه ديال البلاد غادي تشوفوا الفيديو وخليكم حتى لاخر الفيديو. المهم كيف ما كتشوفوا انا جيت لهنا عند واحد الاخت مغربيه صراحه اول مره نلقى عندها هادشي حيت كنت كنقلب بزاف على هادشي المغربي زيوت مغربيه زيت اللوز كاينه زيت اللوز التشميت بزاف ديال الزيوت هنايا كاختي زيت الحلبه شنو هذا الزيت وي كاينه زيت الافوكادو زيت الافوكا كل هاد الزيوت ديال كاين الصابون البلدي اللي كيقلب على الصابون البلدي تاع ديال النيله والعكر الفاسي هادي الزيت هادي والله الا كاينه في المغرب حتى ناخذها من المغرب ديال الصابون الخاص كاين اللي كيقلب على المنتجات المغربيه كاينه عندهم وداكشي زوين. انا ماشي كندير اشهار ولا شي حاجه ولكن غير جيت وبغيت نشارك معكم حيت بزاف اللي كيقلب على بحال هادشي ما كيعرفش فين كاين حتى انا كنت كنقلب راه ديال الارغان ديال التجميل وديال الماكله وها هو الحب ديال الارغان يعني اللي بغى شي حاجه طبيعيه وبيو محرابي ما كاينش التزوير لا ما كاينش يعني مباشره تنحل الارغان شوفها كتستحي قدامك. انا صراحه خديتها ديال البشره زوينه والله كاين حتى العود ديال بخور والعود ديال هنايا كاين الزيت البلديه جديده زيت بهذا العام زوينه تاع المغرب كاينه في المغرب هي الطويله وفلسطينيه قصيره ياك كاينه زيت فلسطينيه وكاينه زيت مغربيه زوينه هذا العام وعندها العسل العسل الحره ديال الدغموس وديال هذا السدر عندنا ايراني وعندنا مغربي اللي حسين ولا ايراني مغربي شي حاجه ديال البلاد الاصليه اوف هاي دي زيت جميل زيت جميل ديال الارغان هذه هي اللي خديت صراحه زوينه شوفوا باش تعرفوا هذه ديال الارغان ها هي شتيها يعني باينه كيكون فيها لتحت داك التخت ديال الارغان وهذا العكا اللي بغى العكا الفاسي واللي بغى الكحل المغربي مدقوق على اليد وماء الورد والعشوب اللي بغى الزعتر السلميه لويزه الجبل اتاي مغربي كاينه حتى هانتوما ها واللي بغا املو داكشي ديال البلاد اللي بغا املو بصح صراحه زوين قلت لها واش نصور عندي الفور ديال المغرب عجبني هادشي حيت كاين بزاف اللي كيقلب وما عارفش مرحبا بكم كاين حتى ديال كاين لبان الذكر لبان الذكر زوين المرة والصبرة والنينة والحنة والكركدي كلشي موجود الفاس هذا الفاسوخ والخصبر اليابس والحرمل الشبة كلشي تبارك الله. وفين جا المحل؟ المحل جا في شارع الساروج مقابل مطعم حلب ايه فوق راه قريب للسوق فوق اللولو اللي كاينه في المربع لولو اكسبريس اللي قبل كان خاصنا ندير واحد الفيديو ديديكاست واحد الاخت اللي طلباتو مننا زين بمصاوية شكرا بزاف بزاف على التشجيعات ديالك وعلى الكومونتير ديديكاست ليك وديديكاست للناس ديال بن صفار والناس ديال صفرو والناس ديال المغرب كاع المناطق كنبغيوكم بزاف خليكم معنا وغنبدا معاكم باول حاجه كندير ملي كنبغي ندير المكياج اول حاجه كندير هي لي كرونت الشمس ما كنديرش كريم اساس ولا كريم مرطب لحقاش هي في نفس الوقت يعني ضد الشمس وفي نفس الوقت كترطب وانا في الاساس ديالي يعني في اليومي المكياج ديالي اليومي كندير غير لي كرونت الشمس ما كنديرش فوندوطا ولكن دابا غادي ندير معكم حتى فوندوطا يعني اللي كنديرو فاش كتكون شي خريجه ولا شي حاجه بحال هكا عاده فاش كندير فوندوطا اما الخدمه كنخلي بشرتي ترتاح وكندير غير لي كرونت الشمس وما كنصحكمش ديروا الفوندوطا بشكل يومي
المهم انا كنخلي بشرطي يعني هكا كتكون مرتاحه لحقاش فاش كتولي في الفندق اولا كيجيك صعيب انك تفرقي معاه وثانيا يعني ما مزيانش البشره احسن البشره تكون مرتاحه غير لي كون الشمس كتحميك من الشمس بركه صافي كنخدمها غير بيدي لي كون الشمس كنخدمها غير بيدي كيف ما كتشوفوا انا راني دابا سون ماكياج هاد غادي نبارطاجي معاكم كيف ما كتشوفوا هاد لي كرون شمش عجبتني حيت فيها واحد الميزه ما كتزيدش البشره دابا شويه كتبان فيها اللمعه ولكن غير كتبرد واحد شويه واحد 10 دقائق قبل ما نخرج كتبرد ما كتبقاش باينه مزيته ولا غير كتكون الحراره وكتصهدي وكيعرق لك وجهك ما كيبقاش يبان داكشي مزيت عادي وكانك ما دايره والو دابا غنبارطاجي معكم هاد الفندق هو اللي كندير هو زوين كيغطي غير هو انا كيغطي كاع العيوب ديال البشره غير هو انا فاش خديته لقيتو يعني بشره سمره سمر على البشره ديالي بشويه يعني فاش كنديرو كيسمرني فلهذا كان ميلونجيه مع هاد بيبي كريم واللي هذا كيكون في الفرماسي جبتو معايا من المغرب باقي يعني حتى هذا جبتو من المغرب مية كاين هاد لا مارك كاينه في برج فاس وهذا من لا فارماسي سميتو السميه ديال لا روش بوزي كنقلب عليها تنسى لي السميه وها هو هذا كيكون هو في نفس الوقت بيبي كريم وفي نفس الوقت كي تاع الشمس 50% ديال الشمس ولكن انا الصراحه ما كنتاقش نديرو بوحدو كندير لك كرون الشمس بوحدها وهادو غنميكسيهم بجوج وعاد غادي نخدم البشره ديالي كما كتشوفوا ما غيبان لكمش ولكن هذا شويه سمر هاد الفوندوتا شويه سمر على بشرتي كيف ما كتشوفوا انا ميكسيتو حتى كيولي اللون ديالو قريب للبشره ديالي وغادي نابليكيه بيتي بلاندر على وجهي على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا انا غادي نابليكي ونرجع لكم ودابا غادي نطراسي حجباني كنطراسي بهاد الطراسات اللي كنت خديتهم من الفارماسي حتى هو جبتو معايا من المغرب 02 رقم ديالو زوين صراحه المهم انا ما كنطراسيش حجباني نيت لحقاش ما كنتفهمش فقط غير بحال ندير شويه في هاد المشطه وكندوز على حجباني بحال كنمشطهم وفي نفس الوقت كيعطيهم شويه ديال اللون شوفوا حجباني كيبقاو على هذا الشكل ماشي شي طراساج اللي واو المهم حجباني كيبقاو طبيعيين كيف ما شفتوا الفوندوتان كيغطي كيوحد اللون ديال البشره ودابا غندير الايلاينر عندي على هذا الشكل هذه خديتها من هنا كنرتاح بزاف في الايلاينر اللي كتكون على هذا الشكل بحال فتر كتجيني سهله في الرصيف بحال هكا ولاني انا بالنسبه للايلاينر ما كنديرش فوق العين كامله كندير غير من جنب واحد شويه ومن جنب واحد شويه ومن القلب ديال العين واحد شويش ما غاديش يبان لي في الكاميرا بغيت نصوبها معكم ولكن غنخربقها لحقاش اصلا انا ما خبيرهش في الايلاينر فخاصني نشوف في المرايه باش نقادها مزيان وغنوريكم الشكل كيفاش كتجي كتشوفوا كندير غير من القنت شويه ما كنديرش من فوق العين ودابا غندير ماسكارا ماسكاره هي ما كنديرهاش بشكل يومي ولكن غنديرها دابا وصافي سالينا ماسكارا هاني هادي
كما كتشوفوا كنتمنى تكون باينه لكم. ودابا بالنسبه للفارا بوبيير ما كنديروش اي الالوان فوق عيني، ما كنديرهمش فاش كنكون خارجه، كيجيوني الالوان وداكشي يعني شي حاجه اللي المناسبات شي حاجه بحال هكا، اما باش نخرج لبرا ندير الوان فوق عيني ما كنديرهمش. فهذا غادي ندير كندير فاراجو، كيعجبني هذا اللون اللي كيكون خوخي الا كيبان لكم بحال لون، المهم خوخي هذا اللون هو اللي كيعجبني. وصافي كنهز كنصوت عليها شويه باش ما كيجيش داك اللون هكا. فهمتوني دابا داك اللون هكا مشعشع مشعشع. كنحاول انا الفراجو نديرو هنا، خصني المرايا لا خصني المرايا، وكنبان لي والو النهار خايفه نديرو ندير في شي قنت. الا يكون كيبان لكم هنا مع شو سميتو فهاد الخويا هادي ديال الحلك هنا. دابا مع المرأة الدرة نورمالمون كتجي من هنا، من هاد البلاصه هادي ديال الودن كنهبطوا البلاصه ديال الفراجو. مع الدرة ما صالحليش نبين مزيان، الا جاكم كثير بزاف تحاولوا تنقصوا منه شويه، انا ما كيعجبنيش يكون مشعشع، ولكن غير عطي داك اللوين بحال هكا شويه وصافي. شفتوا كيجي اللون؟ ها الفرق ما بين هاد الحلق وما بين هاد الحلق، كيحمر كيعطي واحد شويه اللون، ماشي داك اللون اللي كيجي مشعشع. دابا نديرو الحلق الثاني حتى هو بنفس الطريقه، تخدموه بشكل دائري، طلعوه بحال هاد الشكل الفوق بشكل دائري، ما ديروش ديك القضيه تاع وديرو في حناككم. لا ديرو هنايا كيجي بهاد الطريقه احسن، باش هاد البلاصه هاد البارتي هادي اللي كتبقى هنا نديرو فيها الهايلايت، ولكن الا كتلاحظوا انا ما نحسش الهايلايت لحقاش كاينه واحد اللمعه هنايا، فصافي غنكتفي غير بالفراجو. بالنسبه للميدنات العكر غندير هذا هاد اللون هذا باش يتماشالي مع المكياج خفيف. هذا هو لونه، كنستخدم يا اما هذا واما واحد اللون واحد اخر، ماشي هذا اللون، هذا جاي بحال لون قهوي قهوي مفتوح. ونسيت ما قلت لكمش بلي ضروري كنرطب فمي بفازلين، انا رطبته قبل من بدا نصور لكم فيديو، باش من بعد غير كدير كدير هكا كيجي زوين. وكنمسح بطبيعه الحال كنمسح الفازلين عاده باش كندير هكا باش ما كيجيش كيلمع. كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه، هكا درتو عادي ما كانت راسي ما والو ما كنحسش نتراسي، وهذه هي النتيجه. كنتمنى تكون عجبتكم، وكيجي مكياج اللي خفيف ما كيبدلش منك بزاف. وهذا هو مكياجي، ماشي شي حاجه اللي بسيطه جدا. وكيف ما قلت لكم عندكم فوندوطا وماسكارا ما كنستعملهمش بشكل يومي، العكار كنديرو مره كيكون خفيف، وحجباني كندوز عليهم شويه باش كيبانو، ولاني كندير غير لي كرون ديال الشمس. وصافي غنكون ساليت المكياج، ودابا غنبارطاجي معكم لي بارفان ديالي اللي هما هادو. انا خليتكم شي حدايا، او ماي جاد شوفي هما هادو لي بارفان. بالنسبه لهادي كنت ديجا بارطاجيتها معكم، هادي معطر نتاع الفراش سبرايت، زوينه عجبتني بزاف صراحه، ريحتها فنه وهادئه عجبتني كنصحكم بها. وهادي كانت عندي قربت سالا فيرساس، كانت هادي صراحه زوينه، هادي خفيفه باش تعرفوا بلي زوينه كنستعملها بزاف، ريحتها خفيفه وكتجي زوينه وكتبقى في الحوايج. هادي كنت خديتها ولكن باش تعرفوني ما عجبتنيش ما كنستعملهاش. ما
هي ريحتها زوينه، ولكن انا قلت لكم بلي عندي مشكل مع الروائح، كاين اللي كيديروا لي شويه شقيقه في راسي، سميتها لوف ستور، حتى هذه بارفان فرنسيه، ولكن هذه بارفان خديتهم قبل المقاطعه وما دابا مقاطعه، مقاطعه المنتوجات الفرنسيه بطبيعه الحال. هذه حتى هي فرنسيه، حتى هذه كانت عجباتني وكنت كنستخدمها بزاف، عجبت لكم قربت ساعه، ريحتها خفيفه في النار وما دات لي لا حساسيه لا حتى شي حاجه، ما عرفتش الصراحه شنو سميتها، عندها واحد السميه، المهم راه معروفه بهذا هاد مولات الكسيوه بارفان الكسيوه، غتكون باينه لكم. بالنسبه لهذا، هذا مسك، هذا عربي بطبيعه الحال، ما كنستخدموش حتى هو بزاف، اوكي زوين. هادي كنت ديجا وريتها لكم فاش خديتها شاركتها معكم، هادي ريحتها فنه، حتى هي كتجي على شكل مسك كيف ما كتشوفوا. وهادي الملكه، هادي واعره الا غتشوفوا، كنت بارطاجيتها معكم فاش شريتها، راه ماشي مده كبيره، ماشي مده طويله ملي خديتها. نقول لكم شنو سميتها، بلاك هيرتز من بستان طيب، لا مارك المحل بستان طيب، وهذه بارفان اللي عربيه، واللي بغيت نقول لكم باش تعرفوا، ما عرفتش واش غيبان لكم، راها وصلت لحد لهنا كثرت الاستعمال وعرفتوا فنه، واللي عجبني فيها اكثر هو انني الحوايج كنصبنهم وكتبقى فيهم الريحه، كتبقى فيهم هذا البارفان. وهذه حتى هي زوينه، حتى هي عجبتني، ولكن حاليا هبطت على هذيك الكحله فما كنستعملش هذه بزاف. هذه ريحانه حتى هي زوينه الصراحه، خفيفه، هذه حتى هي بارفان عربيه، ولكن هذه مليون في المئه ملي غتسالي غنعاود ناخذ منها، حقاش انا لي بارفان كنشريهم كنساليهم كنبدل، ولكن هذه غادي نعاود ناخذ منها حيت عجبتني بزاف. وهذه ديال يونس احسن اطران، هادي زوينه الصراحه، ريحتها زوينه، نسيت ما وريتكمش هادي، هادي جبتها معايا من المغرب، زوينه حتى هي ريحتها، من عند هادوك صحاب 20 درهم، كتاخذ من عندهم الروح وكتاخذ البارفان اللي عجباتك، فانا كنفضل ناخذ الروح احسن ما نديرها مع هادوك اللي كيديروا كيزيدوا معاهم داك باش كتجي كيديروا لي الحساسيه، ولكن فاش كناخذهم هكا كيكونوا فنين وكيلصقوا غير 20 درهم. بقات لي منها شويه مازال ما سخيت بها وها عندي بحال هادو بزاف، راه ما عرفتش فين راهم، هادو كنديرهم في كيكونوا دمسك عطر زيتي، كنديرهم في داك المباخره الكهربائيه وكتعطي ريحه زوينه. المهم لحد لهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم ونكون خفيفه وظريفه على قلبكم وتكونوا استفدتوا مني من هادشي اللي قدمت لكم، واخا انا قلت لكم ماشي خبيره في الماكياج، ما كنعرفش الماكياج بزاف، ولكن نقدر النصائح اللي قدرت نعطيكم هو انكم حاولوا ما امكن انكم تبعدوا من الفوندو طال بشكل يومي لحقاش كيخرج على البشره، حاولوا ديروا لي ماسك وتخليوا بشرتكم ترتاح على طبيعتها، وتحاولوا ديروا غير لي كرون ديال الشمس اللي كتحمي البشره، ويعني ما كتضرش لحقاش الفوندو طال، واخا تشريوه ماركه غاليه اولا تشريوه من الفارماسي، فراه كيبقى كيسد لنا المسام، وفاش كيبقى النهار كامل في الوجه كيخرج على البشره. وماسكارا حتى هي راه راكم عارفين كطيح الشفاف، فحاولوا انكم تقللوا من الحوايج اللي كيضروها من غير الحاجات اللي، واكيد الماكياج ما تاخذوش الماكياج اللي كيكون رخيص وتستخدموه بشكل يومي لحقاش غيخرج لكم على وجهكم، حاولوا ما امكن تاخذوا شي حاجه اللي نقيه واخا تكون نقيه ما تستخدموهاش بشكل يومي لحقاش غادي تخرج لكم على البشره. وكنتمنى نكون فدتكم وتكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا بالفيديو، كنبغيكم بزاف، ما تنساوش لايك واللي جديد يدير اشتراك لاول مره يشوفوا القناه ديالنا ويعجبو المحتوى، ما تنساوش تشجعونا بلي لايك وسبسكرايب وشي كومونتير اللي غادي يشجعنا، كنبغيكم بزاف، باي باي، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.